بقى يا جماعة لازم يتذكر كويس ويتفهم كويس قوي. صدقني يا دكتوري صدقني، اول حصتين او ثلاث حصص دول، لا الشابتر كله، احنا هنجزأ ليه؟ الشابتر كله كل كلمة فيها مهمة جدا. ابدأ زرعك من دلوقتي عشان ربنا يكرمك في ثالثة ثانوي تبقى استاذ ورئيس قسم الكيمياء، تبقى فاهم كيمستري صح. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده وكل اللي احنا بنحاول فيه وبنعودك عليه هو ده التأسيس معانا صح. كل كلمة بقولها النهاردة الكلمة دي تحطها في دماغك عشان مكملة معاك لقدام. هتقول لي يا مستر انا مش فاكر انا اكلت ايه امبارح. يا حبيبي طول ما انت مركز في الحاجة وبتذاكرها كويس دماغك عمرها ما هتنساها. اي مراجعة سريعة تفتكر الكلام ده. زمايلك اللي كانوا معانا السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها لما عملنا كورس البيزكس بتاع ثالثة ثانوي، يا مستر ده الكلام احنا خدناه معاك في اولى ثانوي احنا كنا مركزين فيه فاكرينه خلاص، مش محتاج ان هو يجهد نفسه يذاكر من اول وجديد.